حاجات اللي انا بقولها لك دي بالرغم ان هي حاجات بسيطه جدا وممكن اي حد يعملها، لكن مفعولها مفعول السحر في العلاج يعني. فبس يعني فلو انت مثلا بكون عايزه تخشي ركزي بس في الحاجات اللي انا قلت لك عليها ديت، حاجات سحريه كده. تمام، شرفتني يا دكتور والله، وتسلم على معلوماتك دي. الله يخليك. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. نتمنى لكم يوما رائع، نتمنى لكم طيب المتابعة، في أمان الله. استمنى يا دكتور، حاجة فظيعة. إيه عندك أي مشاكل صحية؟ لا الحمد لله. يعني ما فيش مثلا اي مشاكل صحيه مسببه لنا السمنه اللي عندنا، ولا مثلا متجوزين؟ متجوزه. غالبا الزياده بتبقى بعد الجواز يعني، صح كده؟ اكيد. لا ما تقولش ليه من الرضا القيصريه والكلام ده، لا يا سيد. ممكن برضو الناس خلقت مضطرب منور. ايه تمام، خليني اقول لك يعني خليني اقولك على شوية حاجات كده مهمة جدا بالنسبة لموضوع السمنة. اتفضل. النقطة الاولانية، لو احنا مثلا وليكن بنتكلم عن السمنة، خلينا في البداية لابد ان احنا نعرف ما هي اسباب السمنة. يعني ممكن السمنة اللي موجودة عندنا ممكن تكون عندنا مشاكل صحية. طبعا بقول خلاص الحمد لله انت مش عندك مشكلة صحية، بس انا بتكلم بحيث الناس برضو تستفيد. المشاكل الصحية زي ايه؟ ممكن مثلا وليكن السمنة دي تكون سببها مشاكل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لو عندنا فرط، لو عندنا كسور في نشاط الغدة الدرقية، دي بتكون موجودة هنا كده، هنا في منطقة الرقبة، هنا في الغدة الدرقية بتاعتنا. بتفرز هرمون اسمه هرمون السيروكسين. لما بتفرز هذا الهرمون بشكل ضعيف او يبقى فيه خمول في نشاط الغدة الدرقية، بتبقى دافعة قوية جدا ان الشخص يجيله سمنة. النقطة الثانية برضو المهمة اللي في ناس كتيرة جدا برضو ما تاخدش بالها منها، اللي هي ان احنا ممكن يكون عندنا انيميا. الانيميا ايضا سبب في السمنة، زي ما هي سبب في النحافة ايضا سبب في السمنة. واعراض الانيميا دي تكاد تكون بجد؟ لا الانيميا ممكن تبقى سبب في السمنة اللي عندنا. الانيميا يعني ايه؟ الاعراض بتاعتها البسيطة، ما حدش بيجي لي العيادة يا دكتور انا عندي صداع مستمر، عندي ارهاق مستمر، عندي تعب من اقل مجهود، ضربات قلب احيانا بتبقى سريعة، بجيش احيانا ممكن اقع من طولي. هي بتبقى الاعراض الاساسية اللي ممكن مثلا واحد يجي لي بهذه الشكاوي. بمجرد ان هو يجيب لي هذه الشكاوي، اول حاجة اطلبها منه ان هو يعمل تحليل صورة دم كاملة. عمل تحليل صورة دم كاملة وطلع عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، او طلع عنده انيميا. الانيميا لابد ان احنا نعالجها في البداية مع استخدام مثلا النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي والرياضة وهذه الاشياء المفروض بنمشي عليها عشان نخس يعني. عدي بقى كل هذه الاشياء، استبعدنا كل المشاكل الصحيه. طبعا حاجات كتيره مش عايز اطول معاكي علشان برضه احاول قدر الامكان ان انا افيدك في ال 40 ثانيه دولي. لو عايزين نخس، اول حاجه شرب الميه، 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من البشره بتاعتنا ميه. وجعلنا من الميه كل شيء حي. اهم نصيحه في الطريق لشرب الميه لو عايزين نخس، اهم طريقه في التخسيس عشان نخس، اهم حاجه بنصح بيها، ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشرة. شرب الماء يكون قبل الوجبة بنص ساعة عشان ما نخفف الوسارة الهضمية بتاعتنا. والله بنشرب ميه، بس انا النقطه الاولانيه شرب الميه، لكن ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره. شرب الميه يكون قبل الوجبه بنص ساعه او بعد الوجبه ب 40 دقيقه. دي النقطه رقم واحد. النقطه الثانيه برضو اللي بنتكلم فيها وبشكل قوي جدا، بنقول طبق السلطه خماسي الالوان. طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطيه الدهشان، مكوناته بشكل بسيط بنقول اول حاجه اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا والايسبرج والملفوف واللهانه، كل هذه الاشياء تحتوي على اللون الاخضر ديت تحاول قدر الامكان يكون موجود منها في طبق السلطه. اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، ورشه خفيفه من الكركم كده على الوش، ومعلقه زيت زيتون. يا سلام، طبق كده منوع ولذيذ طعمه حلو وننزل في الوزن. عشان نخس عايزين يبقى نص الوجبه بتاعتنا طبق السلطه خماسي الالوان. نبدا الوجبه بتاعتنا بطبق السلطه. هنبدا قبل الوجبه بنص ساعه بنشرب كوبايتين ميه.
حاجات انا بقولها لك دي بالرغم ان هي حاجات بسيطه جدا وممكن اي حد يعملها، لكن مفعولها مفعول السحر في العلاج. يعني تلاقي نفسك بتمشي سحر. هتلاقي نفسك بتمشي. جربتها بس الواحد ما بيمشيش والله، ما بيكملش. طب ليه ما بتكمليش؟ يبقى شرب الميه، يبقى قلنا شرب الميه على ممكن شرب الميه على الريق، كوبايه ميه دافيه او كوبايتين ميه دافيه، شرب كوبايتين ميه قبل كل وجبه. طب ايه رايك يا دكتور بالميه السخنه بالثوم؟ والله ما لا انصح بيها بشكل عام لكل الناس، لان ممكن التوم يعمل لنا يعني التوم لبعض الناس ممكن يعمل اضطرابات هضميه لبعض الناس ويعمل يزود انتفاخات لبعض الناس، فلا انصح بيها على العموم لكل الناس، فاهمه؟